الشارقة هنا الشارقة هنا الشارقة هنا الشارقة هنا الشارقة هنا الشارقة هنا بالود دعتنا المعالي سماء من أزاهير التهاني رسمنا النور شارقة الأماني لدينا الكون من لغة التفاني بالعلم جاوبنا خطانا وسطر وعدل القيانا صفانا وعانقنا المداحين ارتانا شراعا فيه ناس تسقي دعانا هنا بالود داعبنا المعاني سماء من رسمنا النور شارقة الأماني لدينا الكون من لغة التفاني من التاريخ ينهلنا الرخاء يعطر صفو دنيانا الوفاء بأن نمضي ويلهم من التاريخ ينهلنا الرخاء يعطر صفو دنيانا الوفاء بأن نمضي ويلهمنا الصفاء خطى الإخلاص سطر قلبا هنا بالود داعبنا المعالي سماء من أزاهير التهاني رسمنا النور شارقة الأماني لدينا الكون من لغة التفاني رؤى سلطانة تمضي في مدانا وننهل فيضها أنا دعانا نبادر بالندى في مبتغانا سابق بالهدى عادت حبانا هنا بالود داعبنا المعالي سماء من أزاهير التهاني رسمنا النور شارقة الأماني لدينا الكون من لغة التفاني ألف 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 تحية لكل النجوم الخمسة الذين بقوا معنا حتى الحفل الختامي لبرنامج ومسابقة منشد الشارقة. الآن يسرنا في هذه اللحظات دعوة لجنة التحكيم للصعود إلى المنصة الرئيسية ابتداء من الأستاذ المنشد محمد منذر سرميني أبو الجود. الأستاذ المنشد محمد مصطفى أبو راتب. والأستاذ المنشد الإماراتي أحمد بخاطر. طبعا اليوم إن شاء الله بإذن الله سيكون الحفل مختلفا، نتمنى أن يكون كذلك إن شاء الله ونتمنى أن نوفق إلى ذلك. الحفل إن شاء الله سوف يسطع فيه النجوم الخمسة
بالإضافة إلى مفاجأة سوف نعلن عنها في وقتها إن شاء الله. طبعا أنتم كنتم موجودين أثناء البروفات فشفتوا المفاجأة، المفاجأة للأخوة المشاهدين يعني. أنتم دائما ما شاء الله سباقين وتأتون قبل المشاهدين فتعرفون وتكشفون كل الأسرار، تستاهلون تحية. مسابقة منشد الشارقة إخواني أخواتي مرت بمراحل عديدة وكثيرة جدا، قبل ما يقرب من 8 شهور والاستعدادات الأولية بدأت لبرنامج مسابقة منشد الشارقة، بدأت باجتماعات دورية ثم بسفر لكل أو معظم البلدان العربية ثم باختيار، وحيث تقدم يعني إلى المسابقة ما يقارب 3000 مشارك، بعد ذلك تم تصفية هؤلاء 3000 إلى 13 مشاركا كانوا نجوما سطعت وأقمارا أضاءت ليلة الشارقة في رمضان، في شهر رمضان المبارك، حتى يصل العدد إلى 5. طبعا كانت المنافسة شديدة وقوية للغاية، وهذا ما شهده الجميع وما شهد به الجميع، حتى يصل العدد إلى 5 متسابقين سوف نحفل بهم إن شاء الله الآن. وصل المنشدون، ندخلهم ولا ما ندخلهم؟ ندخلهم؟ لسه شوية؟ منو تشجعون أكثر أنتو؟ يا أخواني يا أخواتي الله يخليكم، اعملوا بس، أنا مدرك تماما بأن العدد كبير جدا، اعملوا فسح للأخوة المشدين حتى يدخلون، أنتم حاصرينهم أخاف تختطفون واحد منهم. طيب وصلوا وصلوا، تفضلوا. وصل المنشدون إلى الحفل وإلى المنصة الرئيسية، تفضلوا نجوم هذه الليلة فرسانها. إخواني أخواتي هؤلاء النجوم 5 سوف يستمر التصويت لهم حتى آخر لحظة، وللعلم للعلم يا إخواني، ممكن أقول كلمة؟ ممكن أقول كلمة؟ للعلم الأعداد الآن في هذه اللحظة كما أخبروني في غرفة التحكم تتزايد بوتيرة يعني سريعة جدا للكل بدون استثناء، أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. نبدأ؟ تسمحون لنا نبدأ؟